نور الفجر قد لاح في الأفق وأن الظلام قد انقشع وانتصرت قواتكم المسلحة، كلمات توجه بها القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الشعب الليبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم كل الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العربية الليبية، نزف للشعب الليبي بشرى انتصار جيشه البطل على قوى التكفير والضلال والبغي والعدوان والإرهاب والتطرف والجهل والتخلف، تتويجا لتضحيات يقف لها التاريخ خاشعا إجلالا وإكبارا. واليوم تتوج انتصاراتنا بتحرير قنفودة التي ظنها الإرهابيون حصنا منيعا لهم يعصمهم من رصاص بنادقنا ونيران مدافعنا وقنابل طائراتنا المقاتلة، فخاب ظنهم ولم يجدوا فيها سوى حتفهم، وقريبا قريبا بإذن الله تعالى يتبعها بوسنيب وسوق الحوت وصابري لنعلن تحرير بنغازي من الخوارج وأعوانهم، وتستعد باقي الجماعات الإرهابية في باقي المدن الليبية أينما كان لخيارين لا ثالث لهما، إما الاستسلام أو الموت. فالجيش الوطني الليبي قد قطع على نفسه العهد بأن يلاحق الإرهاب أينما حل في أراضينا ليقطع دابره ويقتلع جذوره، ولن ينقذ الجيش عهده ولن يخلف وعده. اليوم حق لكل ليبيين في كامل ربوع ليبيا الحبيبة، في بنغازي العصية وفي طرابلس عروس البحر وفي سبها جوهرة الصحراء وفي كل مديننا وقرانا الجميلة الطاهرة، أن يفخروا بجيشهم وأن يستبشروا خيرا وأن يستعدوا ليوم النصر الكبير القريب، حين يدك الجيش الوطني الليبي البطل آخر معاقل الإرهابيين القتلة الفجرة أعداء الخير وأنصار الشر، ويعلن تطهير تراب ليبيا كاملا من دنسهم ورجسهم، ويعلن معه الشعب السيد بأنه قد عرف طريقه فتصالح مع نفسه، وأنه طوى صفحات البؤس والمعاناة إلى الأبد وعقد العزم على النهوض مرفوع الرأس ليبني ويعمر ويشق طريق نحو المستقبل بإرادة لا تقهر، متوكلا على الله العزيز القدير، مطمئنا بأن ثرواته وحدود بلاده ومؤسساتها في حماية جيشه الوطني، وأن كل مؤسسات الأمن عيون ساهرة على حماية حقوقه وممتلكاته. رسائل هامة توجه بها القائد العام إلى الشعب الليبي بمناسبة إعلان القوات المسلحة انتصارها على قوى الشر والظلام في قنفودة، معلنا أن ما أو آخر ما تبقى من مناطق في بنغازي كالصابري وسوق الحوت سيتم تحريرها وإعلان النصر. إذن أعلن الجيش أنه سيلاحق الإرهاب أينما كان وعلى الجماعات الإرهابية المتطرفة خيارين لا ثالث لهما، إما الاستسلام أو الموت، وأن ليبيا مدنها وقراها ستتطهر من دنسهم وإرهابهم، وأن الشعب سيطوي آلامه ويشق طريقه نحو المستقبل والبناء بإرادة لا تقهر. إذن هي رسائل هامة، كيف تلقاها المواطن الليبي في كل مدن وقرى ليبيا الحبيبة؟ الدروس التي قدمتها القوات المسلحة في النضال والكفاح والتضحية، هل ما تزال هذه الجماعات قادرة على الوقوف والنهوض أمام هذا الجيش العظيم؟ أسئلة كثيرة نطرحها تزامنا مع الكلمة التاريخية التي خرج بها سيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، معلنا انتصار القوات المسلحة على قوى الظلام والإرهاب. أفتح النقاش حول هذه الكلمة ورسائل الهامة ونقاطها نفصلها في هذه الحلقة من أرى معكم، وأفتح الخطوط مباشرة مع السادة المشاهدين الكرام من كل أنحاء البلاد
للتعبير عن كيف تلقوا هذه الكلمة وهذه الرسائل الهامة، وأيضا بإمكانكم التعليق حيال هذا الموضوع أو هذه الرسائل وكلمة السيادة المشير عبر التعليق على البث الحي والمباشر على صفحة القناة ليبيا الحدث على الفيسبوك. أيضا بإمكانكم التواصل معي مباشرة من خلال الرسائل النصية على رقم الفايبر الظاهر أسفل الشاشة الآن. وردة من بنين، البداية معك، أبرز ما تفضل به وصرح به سيادة المشير ولفت انتباهك يوم أمس في كلمته معلنا النصر على الإرهاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أول شيء ما يصح إلا صحيح والباطل يبطل، الحق حق والباطل يبطل قال لك الشايب. نعم عرفت. وبعدين نحن على حق وهم على باطل، والله لو كان على حق هم راهم انتصروا. وأول شيء أستاذ أحمد أنا تمنيت جيت باطي أسير ما جيتش مقتول، تمنيت جيت باطي شيء ما جيتش ميت عرفت. وبعدين الله الله يرحم كل الشهداء يبطل الباطل وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وهذا الحق وهذا الحق يا احمد هذا الحق الحق حق والله يكثر خاطرهم كان مكسر خاطر الشعب الليبي. نعم طيب حسبي الله ونعم الوكيل انتصر الحق. شكرا وردة من بنين. أنتقل سريعا إلى علي من طرابلس. علي رسالة الأهم هي بأن طرابلس وسبها وكل مناطق ليبيا ستتطهر من الإرهاب والتطرف وسيكون للجيش دور في ذلك، معلنا انتصارها على هذه الجماعات الإرهابية. كيف تلقيت هذه النقطة تحديدا؟ بداية السلام عليكم أخوي أحمد. عليكم السلام أستاذ المشاهدين. تحية لجيشنا البطل في ربوع ليبيا، تحية لجيشنا البطل اللي ملتف حول قيادة واحدة، قيادة عامة بقيادة المشير خليفة حفتر. الرسالة اللي أرسلها القائد العام للجيش هي رسالة واضحة، يا أما يسلموا أنفسهم الجماعة الإرهابية، وحتى لو نسلموا أنفسهم حيكون ردنا رد جيشنا لهم واضح، يا أما يفنوا. وحاجة تانية، يا أما نحن وراء جيشنا نفنوا لإبادة هذم، يا أما نسلموا لهم الوطن زي ما يديروا توا بعض السياسيين والأجندات اللي تدعم فيهم ومسلمت لهم الوطن وتبيع لهم في الوطن بيعان كاب علينا من كل المناطق، من تونس، من جميع الشراذم فاسدي العقيدة. ثانيا على جميع الأجهزة الأمنية من داخلي من خارجي أنها تتفعل وتخدم رسمي. لو جيشنا يكافح في الجماعات الإرهابية هذه وما وراهش استخبارات وما وراهش أجهزة أمنية يعني تحميه، يعني حيتم مسكين الجيش هذا حيقعد يعني. طيب هناك دور للأجهزة الأمنية، دور مهم جدا لحفظ الأمن والأمان، وهذا هذه أشار لها سيادة المشير، ولكن تحديدا من أبناء طرابلس كيف تلقيتم رسالته وتوعده بأن الجيش الليبي سينتصر على هذه الجماعات الضالة في كل أنحاء التراب الليبي، ونوه قال بأن عروس البحر سيأتي لها الدور، كيف تلقيتم أنتم أبناء العاصمة هذه الكلمات؟ جميع الليبيين يا أخوي أحمد في ربوع ليبيا فرحانين بأن جيشنا قاعد ينتصر على الجماعات الإرهابية هذه وحيكافحها في كل منطقة وكل شبر في هالأرض الطيبة. نعم. باش نفتكوا منهم نقتلعوهم هذم. نعم. دخلاء علينا. ما فيش ليبي الآن مش فرحان للي يصير في بنغازي. طيب. فرحان لأنه. نعم. حيعود علينا اللي تطهر جزء من الوطن حيتطهر باقي الوطن يا أخوي أحمد بإذن الله. شكرا علي من طرابلس. وسريعا إلى محمد من سبها. كل هذه المناطق ذكرت حرفيا من في الكلمة التاريخية يوم أمس. أنت أحد أبناء سبها محمد، وما تعيشه منطقة الجنوب تحديدا الآن من مأساة في ظل وجود التواجد الميليشيات، هل أعطى لكم القائد العام الأمل في أن تحل كل المشاكل وكل الأزمات ويرفع الظلم على المواطن؟ محمد من سبها إذا كان في الاستماع. محمد طيب فقدنا الاتصال بمحمد. إذن كما نوهت أن هي رسائل هامة فصل فيها سيادة المشير نقاط هامة ورسائل لعموم الأمة الليبية وللشعب الليبي، وأنا للأوان بأن يعيش هذا الشعب كما قال في ازدهار وإعمار ومرحلة يعني مرحلة يعم فيها الخير والنماء
وأن يكون هذا الجيش هو من يحرس ثروات الوطن وحدوده وترابه، وكل المدن والقرى الليبية ستتطهر من هذه الجماعات الضالة الإرهابية، وسينتصر ويعلن النصر بإذن الله في كل ربوع البلاد انطلاقا من بنغازي وإعلانها محررة على هذه القوى الشر وعلى قوى الشر والظلام. من سرت عادل من طرابلس. عادل أهلا بك. مرحبا أخوي أحمد، نهارك طيب إن شاء الله. أهلا بك عادل، تفضل، كيف تعال؟ حييك أنت والطاقم المصاحب ليك يا أخوي أحمد. شكرا. عادل في الاستماع. طبعا نهني قبل كل شيء نترحم على الشهداء يا أخوي أحمد، نترحم على الشهداء القوات المسلحة، ما شاء الله الشهداء العدد يعني قريب 4000 شهيد و 12000 جريح، يعني ضريبة غالية يا أخوي أحمد للقوات المسلحة أعطتها، ولكن هذا كله من أجل الوطن يا أخوي أحمد. الوطن موضوعنا موضوع وطن وراه، والحمد لله. وقنفوذة أعلن المشير، نحييه طبعا المشير، نحييه والله من قلبي يعني، ونحيي سيدي يونس بو خمادة، ونحيي الشباب المساند، ونحيي على رب الغازي خاصة. نعم. وطبعا ونهني الشعب الليبي كله، وبإذن الله يا أخوي أحمد الأمور طيبة، وأنا قلت لكم الأول الأمور طيبة بإذن الله، لأن على المشير متفائل أنا والله متفائل، لأن هذا قائد حرب، هذا قائد يقدر بإذن الله، ومستعد، وبإذن الله نعطيك معلومة ثانية، بإذن الله حيستعينوا بينا الأشقاء في العراق وفي سوريا، بإذن الله حيستعينوا بالمشير بإذن الله يعني. طيب. ربي بعتها الإنسان، والحمد لله احنا مفتخرين بها على فكرة، ومش تمجيد يا أخوي أحمد، رغم ما نجدش أنا يعني مقتنع، يعني قناعة هذه قناعة يعني واقع الملاحم يعني هي من تمجد نفسها، الملاحم هي ملاحم الانتصار، هي من بالزبط تثبت أنها أمجاد واقعية وليست شعارات، أمجاد ممهورة بالدماء قامت بها هذه القوات المسلحة وانتصرت بفعل القيادة وأرواح الشهداء وكل الخيرين من تراب الوطن. الجيش الليبي أخوي أحمد ده رقم قياسي على مستوى العالم يا أخوي أحمد. طيب. الجيش الليبي لأول مرة في التاريخ، الجيش الليبي يعني الجيش الليبي شو بنقول أخوي أحمد، بصمة الإدارة الجيش الليبي هذه نفتخروا بها إحنا كليبيين، نفتخروا بها أخوي أحمد، ونحييه الجيش الليبي والله نحييه بإذن الله يعني، والأمور تمام بإذن الله، ونهني أخوتنا في طرابلس حتى هم نطمنهم بإذن الله أموركم تمام، هانت من الصبر إلا قليل بس يا أخوي. طيب. أحمد شكرا عادل، الحمد لله. نعم. بإذن الله الحمد لله، ونحييكم. طيب. ونحييكم والله أكبر أخوي أحمد. شكرا عادل، وانتقل إلى عبد الله من البريقة. عبد الله، سيادة المشير قال أمام هذه الجماعات الإرهابية خيارين لا ثالث لهم، الاستسلام أو الموت، أي خيار سيكون يعني أو ستختار هذه الجماعات الإرهابية من وجهة نظرك في ظل انتصارات متلاحقة للجيش الليبي، قوته، التفاف الشعب حوله، وانتصارات على الأرض الآن ممهورة بالدماء، الشهداء والانتصارات، الآن أي خيار ستختار هذه الجماعات الإرهابية؟ الهروب أم الاستسلام أو الموت؟ أهلا بك. أنا بالحي نهني المشير خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للجيش الليبي، ونقول لهم الخونة والعملاء هذه معركة الشعب الليبي ومع الجيش إن شاء الله، وإن شاء الله منتصرين، هذه معركتنا، معركة الشعب الليبي، ومعنا جيشنا، وعندنا ثقة في قيادتنا، وعندنا ثقة في المشير خليفة بالقاسم حفتر، إن شاء الله بإذن الله متسيطر جيشنا على جميع ربوع ليبيا وجميع الخائن والعميل والميليشيات والعصابات، إن شاء الله ليبيا ما نشو مسيبينها ليبيا، وليبيا طهرينها من الخوارج والعملاء والميليشيات، وبإذن الله منتصر جيشنا بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر. شكرا عبد الله من البريقة، وانتقل إلى عمران من البيضاء. عمران أهلا بك. عمران مرحبتين يا أخوي أستاذ أحمد. أهلا بك عمران. قيادات كثيرة كانت من ضمن هذه الجماعات الإرهابية سقطت الآن أمام جبروت وقوة هذا الجيش الليبي الذي يفخر به كل أبناء الوطن. يعني القيادات الأخرى الموجودة، الجماعات الموجودة في طرابلس على سبيل المثال، في مناطق عدة،
أعطيني شعورها وهي تشاهد انهيار كامل لجماعاتها وأطرافها وأوصالها وهي تقطع أمام ملاحم المجد اللي تقدمها القوات المسلحة. ما المصير لهذه الجماعات في كل ربوع البلاد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أولا أحييك أستاذ أحمد أنت وطاقم المحطة اللي معك. ثانيا تقدم بأحر التهاني وتبريكات انتصارات الجيش الليبي وسيدي المشير خليفة بن جاسم حفتر على الإنجازات اللي قدمهن في بنغازي. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هذه شرارة بدأت من المنطقة الشرقية وبإذن الله تكمل في المنطقة الغربية، لأن المنطقة الغربية من ضمن ليبيا ونحن ما نبوش نوطة في جزء نسيبه جزء الآخر. ليبيا كلها للليبيين، ما فيش واحد يقول علي والله وطني. ولكن يا أستاذ أحمد الكلمة الأخيرة الفاصلة في هالموضوع كله هي كلمة سيدي المشير اللي قال عندهم يا الاستسلام أو الموت. احنا عطينا تفويض للسيد المشير وهذه هي النقطة اللي فعلا نبوه يصل عندها. هذه الميليشيات ما عادش نبوه يعيش بيننا، يا نحن يا هم. ليبيا تو فيها تيارين، تيار متأسلم حشاك فاسد والتيار المدني المعتدل. التيار المتأسلم هذا ما نعرفوش لا من قبل ولا من جديد، نقدام يساعدنا ولا يعيش معنا. بالنسبة لطرابلس، طرابلس أهلها وشبابها يعني ما عليهاش خوف بإذن الله بإذن الله بإذن الله. الإشارة من السيد المشير تكون طرابلس محررة بإذن الله. طيب أشكرك عمران وأنتقل إلى بحريك. بحريك، أهم الرسائل التي خرج بها المشير يوم أمس عبر ليبيا الحدث وكلمته بخصوص وبمناسبة انتصار الجيش في قنفودة، أهم الرسائل أهم النقاط التي لفتت انتباهك كمواطن بحريك من مرج؟ تحية طيبة لك ولفريق المصاحب الشرفاء الوطنيين اللي معك في القناة. أهلا بك. ونترحم على الشهداء الوطن وهذه العملية البطولية التي قاموا بها هذول السواعد الرجال. لأني أحد الذين فقدوا رئيس عرفة واحدة الشهيد محي الدين محمد بحريك شقيقي الذي ذبح على يد هالمجرمين العياط وهالشلل اللي جتنا من حد وصوب، كان من أبطال صالح بحليقة الكتيبة 21. الله يرحم كل الشهداء. نعم الله يسلمك ويبارك فيك. لا شك أن هذا الموضوع هذه الشردمة الذي قطعت أوصال البلاد وخربت الأخضر واليابس وصبحت هذا الوطن في تشتت وشر ومآسي وحزن، وأن هذا اليوم العظيم الذي انتصر فيه الجيش على هذه الفئة الضالة التي أسحقت الأخضر واليابس وهذه الأفكار الظلمية وهذه المدنسات، وعندما خرج أفعالهم، ونشكر هذه القناة التي بينت أفعال هذول المجرمين في دارنا ما يفعلونه وفي المواطنين الليبيين شرفاء، وخاصة لابد من إعادة النظر من كل ليبي وطني حتى السجل 54 لابد الرجوع فيه. هذول اللي أغلبتهم طلعوا غير ليبيين المشى اللي يديروا في الأعمال الإجرامية عايدين المحجر، والبعض منهم استغل هالوطن وكرم هالبلاد. طيب أبرز الرسائل بحريك، أبرز الرسائل التي خرج بها سيادة المشير إلى الشعب الليبي، أبرز الرسائل، ما الذي لفت انتباهك يوم أمس في كلمته؟ المشير لابد أن لا إله الله محمد رسول الله، لابد أن تسلم السلطة للشرفاء العسكريين، ليس هذه المجالس الصرف النفقات في الخارج وهذه البعثات وهذا البرلمان وهذا المجلس الرئاسي هذه البطولة المتنفخة. لابد أعطي الرجال وضعهم سيد ليبيا تقوم لقدام مرحلة لينا صعبة، تبي رجال وتبي حزم يكمل حديد حتى كي ينتصر وتقبل لنا هيبة وقوة في هذا الوطن العربي أو الخارجي. ليبيا لابد أن يتكاتفوا مع الجيش وخاصة المشير أن يحول البذلة العسكرية ويخش البذلة المدنية كي يستلم الرئاسة، لأن بكون رجل قام من أجل مبدأ وتحرير البلاد من هذول الخوارج وهذول المرقين وهذول السرقاء البطول المتنفخة، سواء من أسلام النظام أو من المجلس اللي حاليا بين النواب وبين الشراس. بارك الله فيك، مشكور. شكرا بحريك. وانتقل إلى طبرق جبريل. جبريل، قائد الجيش قال بأنه سيكون مصير هذه الجماعات إما الاستسلام أو الموت، وأن كل ليبيا ستنتصر وستزهر. هذه الوعود هل تراها قريبة التنفيذ
ما مدى قدرة الجيش الليبي على التنفيذ في ظل وجود انتصاراته المتلاحقة في بنغازي وعدد من المناطق؟ أعطيني وعاء زمني أو قالب زمني لتحقيق كل ذلك، لأن الشعب الليبي يعني انتظر كثيرا على المعاناة وعلى الإرهاب والتطرف والميليشيات وما تعمل فيه في المواطن الليبي سواء كان في طرابلس وغير من مناطق في ليبيا والجنوب أيضا. مرحبا، أهلا بك، أخبارك باهي أنت؟ الله يبارك فيك. كويس. نعم. في 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 مداخلة كذا كل يوم درتها معك وما خلتنيش تغطية، ما خلتنيش نكمل. صل معك الخط، تفضل. أي نعم. فيها رمضان محمد علي الزرموح. رمضان علي محمد الزرموح. نعم. هذا من 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 مصراتة اللواء هذا والله وفريق والله ماني عارف كيف دوته. كان متقاعد وكان مع خليفة حفتر. خليفة حفتر عارفه كويس وفاهمه كويس. طيب ادخل في موضوع الحلقة بعيد عن الإشارات والأسماء وغيره، الآن المساحة غير متاحة. موضوع الحلقة طيب. هذا زمن أول شيء بيديره خليفة حفتر إذا كان هو ناصح صح وليبي صح، يعلن أن ليبيا منطقة عسكرية ما هيش مدنية، ما اللعب الفارغ بتاع اللي يديروا فيه توا هذا ما يصير منه شيء، كلام فارغ كله، مؤتمر ومش عارف شنو وني وما نعرف وكلام فارغ كله. طيب كان سؤالي لك جبريل ما نفذ السيسي. طيب جبريل، هل تسمع فيها الآن؟ تسمع فيها كويس. السيد مشير قال بأن الجيش الليبي سينتصر للوطن وللشعب الليبي وينهي المأساة الحالية الآن، ما مدى قدرة الجيش الليبي على التنفيذ قريبا هذه الوعود التي يطالب بها كل المواطن الليبي حر على أرض ليبيا الحبيبة؟ بس ارفعوا لي الصوت في السماعة شباب. طيب فقدنا الاتصال على كل حال من جبريل، وانتقل بذات السؤال إلى ربيع. ربيع أهلا بك. مرحبا، أهلا بك، تفضل يا ربيع. شنو سؤالك؟ الجيش الليبي وعد الشعب الليبي بأنه سينتصر له في كل أنحاء البلاد، طرابلس، سبها، الجنوب، غيرها من مناطق. الجيش الليبي مدى قدرته على تنفيذ هذه الوعود، قلت الوعود اللي يطالب بها المواطن الليبي أن يتحرر من هذه الميليشيات ومن هذا الإرهاب والجماعات الإرهابية؟ والله يا أستاذ أحمد نحييك ونحيي قناتك. طيب فقدنا الاتصال بك ربيع، على كل حال أشكرك. يعني هو سؤال واضح ولكن للأسف ما تحصلناش على المواطن بشكل عام سواء كان ربيع وانقطاع الخط معهم، ولكن الانتصارات هي تشكل أرضية قادرة على أن تكون هذه الأرضية تخلق من هذا الجيش بأنه يكون جيش كل الليبيين ويحرس كل التراب الليبي وكل مقدراته. الجيش الليبي حرر الموانئ النفطية من الميليشيات اللي كانت أغلقت الحياة أمام وإمدادات الحياة أمام الليبيين من خلال هذا القوت الليبيين اللي هو النفط أو الموانئ النفطية، واستطاع على إنهاء وجود الإرهاب في منطقة كاملة من مساعد حتى إجلابية وغيره، وأيضا حتى مناطق في الجنوب الليبي. الجيش الليبي استطاع في فترة قياسية أن ينهض الهمم ويستنهضها وأن تتشكل كل قواته المسلحة بسواعد الرجال، واستطاع أن يحارب بيد ويبني قواته المسلحة بيد الأخرى. فهذه كلها معالم أو دلائل يمكن القول بأن الجيش الليبي فعلا قادر، وليست أقاويل أو شعارات تطلقها القيادة العامة فقط، بل قابلة للتنفيذ لأن هناك أرضية صلبة على لتنفيذ هذه الشعارات أو هذه الوعود التي يطالب بها كما قلت المواطن الليبي. خليفة من بنغازي. خليفة أهلا وسهلا بك أخوي أحمد. من بنغازي أو من وين؟ ألو، تفضل خليفة، من وين تكلم فيها؟ بس أنا أكلم فيك من بنغازي. أهلا بك، مدينة بنغازي. نعم. وطبعا نحيي القوات المسلحة على هذا الانتصار العظيم في منطقة جنفودة، ونحيي سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر
علي كلمه اللي القاها امس كلمه صراحه اطمئننا بها وتبشرنا بها، وان شاء الله ربي قواتنا المسلحه توصل حتى الغرب وتوصل، قلت لك ان شاء الله تمسك ليبيا كلها القوات المسلحه وحييهم على هذا الانتصار العظيم. نعم. وباذن الله ستبقى ليبيا، ليبيا هي ليبيا وستبقى دوله قوية على الإرهاب وعلى الظلمين وعلى الأخوان المفلسين. نعم. بإذن الله، بإذن الله لن يستكبروا في هذه البلاد، بإذن الله سنحاربهم سنلاحقهم بعون الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يا رب يا العالمين أنصر قواتنا المسلحة وقيادة المشير وكل الضباط وضباط صف نحييهم وإن شاء الله ونشد على أيديهم ونقول لهم يا مزيد من التقدم ومزيد من الانتصار بعون الله، وانا صراحه فرحان بهذا الانتصار. طيب. العظيم. شكرا شكرا خليفه، اشكرك على الاتصال. حسين عبر الفايبر يقول الجيش بهمة الرجال أصبح يضاهي أقوى وأعتى الجيوش، العمل الذي قام به الجيش سيدرس في التاريخ، وكلمة المشير تعني أننا متقدمون لتحرير الكامل ليبيا، والجيش بعون الله قادر على ذلك. عمر يقول السلام عليكم، عمر الأحرش من الزنتان يبارك الانتصارات الجيش الليبي، ويقول بأن ليبيا ستتحرر قريبا، ويحيي كل الشهداء ويدعو لهم بالمجد والخلود. وابن الوادي يقول ألف مبروك لجيش البطل والانتصارات الكبيرة في بنغازي، ونقول لهم سوف نكون لكم عون وسند في العاصمة يا أبطال، وعليكم بسرعة يعني تحرك بسرعة حتى تستسلم هذه كما قال وصفها بالجماعات الضالة. بحر الظلمات يقول يدعو بالحفظ لسيادة المشير و الموت للخونة والعملاء كما قال، وانتصار القوات الجيش. بشير أيضا يقول شكرا للمشير، ولا اتفاق الحل هو سيادته. الرمال المتحركة يقول الله يحفظ سيادة المشير والجيش الليبي. إذن رسائل عدة بشكل عام. أحد أفراد الهندسة يحيي الليبيين بفرح الانتصار في بنغازي وكل الوطن، ونتقبل بعد النصر في بنغازي وبعد صورته هو واضح هو من القوات الجيش الليبي، بعد صورته هو والحاجة أمه، إن شاء الله ربي يحفظكم بشكل عام ويحفظ كل القوات المسلحة. حسام من بنغازي. السلام عليكم. أهلا بك حسام. أخبارك أستاذ حسام؟ أترك لك الهواء لأنت آخر المتصلين، كيف تعلق على كلمة سيادة المشير بمناسبة انتصار قوات الجيش؟ والله الحمد لله والله أكبر على الانتصارات، واليوم أثبت الجيش الليبي على أرض الواقع أنه هو جدير، أنه يكون فخر قدام العالم كله بأكمله وبأسرع، والحمد لله لولا دماء الشهداء ولولا دموع أم الشهيد بصفة عامة على أرض الواقع. يعني صراحة يوم الانتصارات في شوارع بنغازي الحمد لله والله أكبر. نعم. فنقول لك يعني إن شاء الله ربي ينصر البلاد ويصبي قواعد الجيش وقواعد ومؤسساته وتقوم الدولة من جديد ونقعد كلنا خوت، ما فيش يعني لا أحزاب لا مشاكل لا طوائف، كل ليبيا يعني متحدة وليبيا يد واحدة بإذن الله. شكرا بإذن الله. شكرا. رسالة من عبر الفايبر يقول السلام عليكم، تحية للجيش، وأن البنغازي والعسية طرابلس وعروس البحر وسبها حتى تكسر شوكة الفتنة على الفيسبوك، ويقول بأن هنا الجيش يوحد بمعنى التراب الليبي بشكل عام. إذن هي رسائل كثيرة بخصوص كلمة سيادة المشير القائد العام للجيش الليبي للقوات المسلحة، وهي كلمة تاريخية بخصوص انتصار أو بمناسبة انتصار الجيش الليبي في بنغازي، وسينتصر بإذن الله في كل التراب وكامل التراب الليبي لتحيا الأمة الليبية بانتصارها وأمجادها. تقبلوا التحية وإلى اللقاء.
حل آخر من مصرف التجارة والتنمية للتخفيف من مشكلة نقص السيولة، السكوك السياحية بالدينار.